بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمكم عن إنارة من شركة الزامل أو من مؤسسة الزامل للتجارة، تمام، اللي هي الألمونيوم ليد لايت. الألمونيوم ليد لايت زي ما احنا شايفين كده في الكتالوجات، زي ما بنقول دي من شركة الزامل، تمام. الألمونيوم ليد لايت بروفايل الخاص بالشركة، بصراحة هم عاملين شغل ألمونيوم ليد لايت جميل جدا. لو انت بصيت هنا ده ألمونيوم ليد لايت، تمام، هتلاحظ هنا في السقف في عندي ألمونيوم، تمام، ليد لايت موجود في الديكوريشن بتاع السقف زي ما انت شايف كده. هنا برضو في نفس الديزاين في المشروع ده في ألمونيوم ليد لايت كامل، لحاجات ريال موجودة في المشاريع اللي تم تنفيذها. طبعا هنا في أشكال مختلفة للكشافات. شركة الزامل شركة متخصصة في الإنارة بصفة عامة، تمام، في أشكال مختلفة للكشافات بتاعتهم موجودة. لو احنا بصينا كده هو بيقول لي هنا أنا بقدر في الألمونيوم ليد لايت، تمام، أقدر آخد أشكال مختلفة للديزاين. طبعا حضرتك بتختار الشكل أو ممكن يتعمل لك تصميم مستقل للألمونيوم ليد لايت الخاص بيك حسب الفريم وحسب الديكور اللي موجود عندك في المكان اللي انت عايز تركب فيه. دي كل الفورم او الصيغ المعمولة الجاهزة، وانت ممكن كمان تكرييت، تمام، فورمة جديدة من خلال الديزاين من خلال الشركة. طبعا زي ما شفنا كده الديزاينز المختلفة دي بتبقى داخلة على الفريم المختلف. طبعا هنا بنتكلم عن شركة عبد الرحمن الزامل. عبد الرحمن الزامل فاوندد من 2012، الشركة موجودة من 2012، متخصصة في السيلز او الهولي سيلز الخاص بـ all kind of led lighting. يعني هو بيشتغل على كل أنواع الـ led lighting products. led lighting products كلها بيشتغل فيها. established has become leader in led commercial aluminum field in Saudi Arabia. تمام، led commercial illumination field، تمام، الشغل بتاع الـ led ده متميزين جدا بصراحة في شركة عبد الرحمن الزامل. طبعا بيدي فول سوليوشن وان ستيب لايتنج سوليوشن سبلاير فور الريزيدنشال. طبعا بيدي لك سوليوشن كامل في الريزيدنشال، في السكني، في الريتيل، في الهوسبيتال، في الكوميرشال ماركت، تمام، وبيدي لك كمان سيرفيسز للبرودكت دي، تمام، اللي هي خدمه ما بعد البيع. طبعا في البروجكت بتاعتهم في المينستري اوف انتيريور والسيكوريتي فورس هوسبيتال بروجرام والميليتري اندستريال كوربريشن في الخارج والسبيشالايزد ميديكال سنتر هوسبيتال. دي بعض المشاريع اللي هم اشتغلوها، تمام. السايت بتاعهم عبد الرحمن الزامل www.arealzamil.com، ده السايت موجود، تقدر تدخل تشوف اي داتا عن الشركة. طبعا الكونتنت هنا الخاص بالجزء بتاع الليد لايتنج او الالومنيوم ليد لايتنج، في عندك اكواد، تمام، بتروح بتطلب منها البرودكت الخاص بيك في شركة الزامل زي ال ALB001، تمام، هتلاقي في عندك 03 ده فورم من الفورم، ALB002 اللي هو 04، في عندك ALB008 اللي هو 05، وهكذا. دي الأشكال المختلفة للليد لايت اللي هم كمان بيصنعوها. فهنبدأ نشوف ALB001R زي ما احنا شايفين كده الأشكال، زي ما قلنا الفورم اللي فوق دي موجودة بدايمنشنز مثلا 23.2، هنا الارتفاع ده 8، بحيث أنا بدي ديزاين، تمام، كامل للأشكال بتاعة الليد لايت. ده بيبقى انا اقدر استخدمه ان انا يبقى الليد لايت موجود في الخشب محفور، تمام، بعمل الفريم بتاعي وبركب الليدات بتاعتي داخل الخشب داخل الجبس، تمام، ده كله احنا بنبدأ نعمل له تصميم، تمام، مستقل للعميل. زي ما انت شايف كده لو انا عندي الارفف دي اهو، في عندي في الارفف دي
عامل داخل الخشب، تمام، الفريم بتاعي بالابعاد والاشكال اللي احنا بنقول عليها حسب الديزاين، تمام، زي ما احنا هنشوف كده، تمام، التفاصيل. ادي الجزء بتاع اللايتنج نفسه اهو، ده الزامل لايتنج او عبد الرحمن الزامل لايتنج، تمام، وادي الجزء الخاص بالاند بتاع الليد. طبعا هنا بيديني الاكسسوارز اللي هي بيستخدمها في الليد، ده مهم جدا ان انت تبقى فاهمه. زي ما احنا شايفين كده، ده الجزء اللي في الاخر اسمه الاند كاب وذ هول، تمام، والاند كاب وذاوت هول. طبعا الاثنين دول ليهم تطبيقات مختلفة، في عندك ويز هول ويز اوت هول، الفتحة دي والمقفول، تمام. بعد كده الالومنيوم بروفايل، ده اللي بيتحفر، تمام، يتحط داخل الخشب او الماتيريال اللي انت هتحفر فيها، تمام. البي ام ام اي اوبال ماتيريال كفر، ده الكفر الخاص بالجزء بتاع الليد، وفي السي منه اوبال، في منه السيمي كلين كفر، تمام، في منه الكلير كفر، في الديفيوزد كفر، البي سي ديفيوزد كفر، تمام. دي الاشكال بتاعت الكفرنج للليد. طبعا الجزء ده المهم بالنسبه لي اللي هو الليد ستريب. طبعا الليد ده احنا شرحنا كذا محاضره، ده نوع الليد اللي هو 50 50، تمام، 50 50 ليد. طبعا دي الليد ستريب بتبقى 60 ليد بير متر، مهم جدا للاستشاري ان هو يفهم عدد الليدات في المتر. يبقى انا عندي الموديل ده في 60 ليد بير متر، بيطلع الليد كام وات على المتر، 14.4 من 10 وات بير متر. وده الليد درايفر، ده مهم جدا ان انت تبقى عارف الليد درايفر اللي راكب من الشركه، وتشوف الليد السبيكس بتاعته ايه عشان تبدا تتاكد منها. يبقى احد التطبيقات ان انا ممكن استخدم الموديل اللي هو ALB001، تمام، زي ما شفنا التفصيل كده. ده شكل تاني اللي هو AL002، تمام، الدايمنشن زي ما انت شايف 12.5 هنا، وده 8، وبره بره 17.5 عشان الجزء بتاع الكيرفيتشر ده، تمام، زي ما انت شايف كده هم منفذينه داخل الارفف الخاصه بالعرض في احد محلات، تمام. في زي ما قلنا خلاص الكلام بيثابت اند كاب وذ هول، وفي اند كاب وذ اوت هول، في الالومنيوم بروفايل، الالومنيوم بروفايل. بعد كده في الجزء اللي هو بتاع الكفر، سواء كان بي ام ام اي اوبال وسيمي كليرد، تمام، كفر وكليرد كفر والديفيوزد كفر. هنا في الجزء كمان بتاع الماونتنج كليبس اللي هو الماتيريال بتاعه التثبيت نفسه داخل الجزء بتاع الخشب. في الروتابل ماونتنج كليبس، دي بعض الكليبسات اللي انا بستخدمها في ان انا اميل، تمام، روتابل ان انا اخليه يقدر يميل الكليبس بتاعي او الليدايه بتاعتي. في ماونت، دي كله عباره عن ماونتنج كليب، تمام، بي سيز تبقى بلاستيك، تمام، عشان ابدا اعمل الكونكشنز بتاعتي المطلوبه عشان اعمل التثبيتات المختلفه. ده الليد ستريب خلاص 50 50 ليد، 14.4 من 10 نفس اللي فات وات على المتر المربع، ده بيديني 60 ليد بير متر. لو احنا رجعنا هنا، تمام، برضو كان شغال على 60 ليد بير متر، يبقى هنا اختلف الديزاين. وهنا طبعا الليد درايفر زي ما انت شايف، هنا في عندي الاي ال بي 008، ده انا بقدر استخدمه الجزء المتدلي ده، تمام، اللي هو بيسموه اللايتنج اللي نازل او بيسموه سسبندد. في عندي طبعا اكسسوارز هنا بتبقى الاند كاب ويز هول والاند كاب ويز اوت هول، شكل مختلف على شكل الجزئيه بتاعت الليد، برضو بيتفصل حسب اللي انت محتاجه. والالومنيوم بروفايل والبي ام ام اي اوبال ماتيريال كفر والسيمي كلير كفر، وبعد كده الماونتنج كليبس المختلفه اللي تتناسب مع الجزء اللي احنا بنصممه بتاع الليد، سواء كان بينزل سسبندد كده معلق في السقف، او بنثبته على الجدار، ممكن اثبت على الجدار، تمام، بشكل معين. زي ما قلنا هنا برضو بستخدم الليد ستريب. هنا بقى الليد اختلفت 28 35 ليد، وال 60 ليد بير متر دي موجوده نفس ال 60، بس هنا الليد نفسها اللي موجوده اختلفت. طبعا احنا شرحنا في الفيديوهات السابقه ايه يعني 50 50 28، تمام، 35 وهكذا. والليد درايفر لازم تاخد بالك من الليد درايفر اللي بيبقى راكب في الكشاف، ده مهم جدا بالنسبه لنا. وده الجزء اللي هو بتاع السسبنشن
واير اللي هو احنا بنعلق منه اللمبه، سسبنشن واير، سسبنشن واير مهم جدا. تمام، اقدر اعلقها واقدر اركبها على الجدار. في بعد كده الاي ال بي 013، تمام، ده انا اقدر اعمله على الجزء بتاع المكاتب مثلا، اقدر داخل الخشب احفر الكلام ده، في منه 30، تمام، في 20 داخلي و23 ونص خارجي. نفس القصة الليد درايفر، هنا الليد ستريب 35، 28 ليد، 240 ليد بير متر، خلي بالك، والواتجز بتاعه عالي 19 و2 من 10 وات بير متر. دبل رول، ده بيبقى دبل رول، بحط صفين كده او اتنين رول على المكتب. في منه طبعا الديفيوزد، وفي منه السيمي كليرد، وفي منه الاوبال، وده الالومنيوم بروفايل، وده الاندكاب وز هول والاندكاب وز اوت هول. انا اقدر استخدمه مثلا هنا في معرض للساعات، اقدر اعمل الالومنيوم ده واحط فيه الليد بتاعي حسب الابليكيشن بتاعي في السقف مثلا هنا اللي هو اي ال بي 014، تمام. بيديني برضو الانديكاب وز هول ويز اوت هول والالومنيوم، تمام، بروفايل والنوع بتاع الاوبال ماتيريال والسيمي كليرد والديفيوزد. خلي بالك هنا الليد درايفر، لازم تاخد بالك من مواصفات الليد درايفر. وهنا الاستربايه 35، 28 ليد، 240 ليد بير متر، 19 و2 من 10 وات بير متر، دبل رو، تمام، بيبقى دبل رو عندي التصميم. برضو هنا اقدر استخدمه في بعض المكاتب، تمام، اللي متصممه بشكل معين، باخد اللي هو ال 018، تمام، بنفس الشكل. هنا بقى الكيرفيتشر ده، تمام، الكيرفيتشر، خلي بالك من الجزء ده، كيرفيتشر واخد الشكل المقوس ده، تمام، ده طوله زي ما احنا شايفين كده في الرسم كام، 56.7، الداخلي 12.5، الجزء الارتفاع بتاعه تقريبا 9.8 ملي. هنا طبعا ده الشكل، الاندكاب وز هول والاندكاب وز اوت هول والالومنيوم بروفايل. شكل الالومنيوم بروفايل بيختلف زي ما انت ملاحظ كده من شكل لشكل، والجزء بتاع الكفر. وبعد كده عندك الليد اهي 50 50 ليد 4 او 14 4 من 10 و60 ليد بير متر، والليد درايفر هنا الشكل اختلف زي النوع الاول والثاني. بعد كده ممكن نركب ابلكيشن للليد ده اللي هو اي ال بي 022 على السلم مثلا، او على الهاندريل بتاع السلم، او في الدرجات بتاعه السلم، تمام، انا اقدر اركب الجزء بتاع الاي ال، تمام، بي 022، ليه شكل خاص بالسلم، تمام، اللي هو الشكل ده المعرج، تمام، بالشكل اللي انت شايفه. طبعا الليد درايفر والليد 50 50 ليد و14 4 من 10 وات على المتر المربع، نفس الكلام. اقدر اعمله في السلم المدرج، في مثلا المدرجات اللي موجوده في الكليات او في المدارس مثلا او في المسارح، اقدر في اشكال مخصصه للجزء ده اقدر اركب عليها الليد. طبعا هنا الليد بتاعي 50 50 برضو، تمام. الجزء بقى بعد كده نرجع تاني للسسبندد، زي ما قلنا في السسبندد في الواير، سسبنشن واير طبعا بيبقى بالملي 2 ملي. هنا ده شكل تاني من السسبنشن، تقدر تركبه في المكاتب او تقدر تركبه في اي مكان، طبعا تقدر تركب فيه الليد سسبندد. طبعا هنا مثلا سي في المطابخ مثلا، في صورة عندي مثلا هنا مركز عليها ستريت لايت، مركز عليها عفوا فوكست لايتنج او كونسنتريتد لايتد، ومنزل هنا على الجزء ده عشان انور، منزل سسبندد بشكل معين لشكل الديزاين بتاعي ده، بيبقى له الاكسسوارات بتاعته. ممكن اقدر احط داخل الارض زي ما انتم شايفين كده، تمام، ده اللي هو بي ال بي 033، ده مهم جدا، اقدر اشتغل عليه اخليه داخل الارض بين البلاطه والتانيه، تمام، اهو زي ما انت شايف كده الشكل ده، ليد لايتد ووتر بروف، تمام، تقدر تعتمد عليه في الارضيه، تمام، كله ووتر بروف. طبعا بيبقى ديفيوزد كفر، تمام، المستخدم. نفس القصه برضو ال 34 ممكن استخدمه في الجزء المبني بالسيراميك او الطوب، تمام، اقدر اعمل فيه ليد لايتنج عادي جدا. ممكن استخدم ليد لايتنج في الجدران اللي هو اي ال بي 035، تمام،
اقدر استخدم ليد لايتنج فوق مثلا، عامل رف كده ازاز اقدر احط داخل او فوق الازاز، او اقدر اركبه على الازاز بشكل معين. تمام، اقدر لو انا عندي رف بشكل معين كده اركب عليه تمام الليد لايتنج بتاعي، سواء كان من فوق او من تحت، بيركب مع شكل الفريم بتاع الاطار بتاع الازاز بتاعي اللي شغال عليه. طبعا زي ما انتم شايفين مدي شكل جمالي رائع جدا، الليد لايتنج اناره ممتازه جدا. بقدر استخدم نوع تاني اللي هو 045 في المكاتب، سواء كان في السقف بتاعي او في الخلفيات في الجدران، كل حاجه ليها تطبيقها. بقدر استخدمه في الفصول او في المدرجات زي ما قلنا، ليها ابلكيشنز مختلفه. في القاعات ان انا استخدم ليد لايتنج موجود على السقف مباشره، ثابت على السقف، او موجود على الجدار مباشرة بشكل معين. كل موديل طبعا ده كله في الالومنيوم ليد لايت، ده واخد هنا الومنيوم بروفايل. انا داخل الجدار بعمل كونتينوس، اقدر اعمل لك ليد كده كونتينوس بشكل تمام، او ديزاينات مي مختلفة على السلم مثلا، اقدر ادي لك شكل جمالي للسلم، ده كله الومنيوم تمام ليد لايت. دي كلها مشاريع ريال لشباب، هم الشباب منفذينها في مؤسسة عبد الرحمن الزامل. طبعا أنا عرضت عليكم ببساطة كده الكتالوجات بتاعة مؤسسة عبد الرحمن الزامل. بصراحة الشغل بتاع الألمونيوم ليد شغل ممتاز جدا، الشركة بصراحة متميزين في الشغل الخاص بالألمونيوم. دي كل الموديلات اللي أنت ممكن تختار منها حسب الأبليكيشن. هو بيجي تمام بيعرض عليك، ممكن يركب لك ألمونيوم فين، في الأرضيات، في السقف، في الخشب، في المكاتب، عنده الأشكال أو الموديلات المختلفة اللي تتناسب مع كل جزئية من الحاجات دي. وإن شاء الله هشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بالإنارة وشركات الإنارة بالتفصيل، هنشوفها ونتكلم عنها in details عشان نبدأ نشوف التكنيكال سبيكس الخاصة بكل شركة، ونعرض عليكم تبقوا عارفين إيه اللي موجود في السوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.